الروضة والجمال حاضرة في البرنامج بحضور حنان وضيفتها في هذه الصبيحة. صباح الخير حنان. صباح الخير حياة. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بالطبيبة طبعا مختصة في علاج الأمراض الجلدية. مرحبا. صباح الخير لكل المشاهدين الكرام. حنان، الآن أصبح الاستعمالات متنوعة وتكنولوجية كثيرة تستفيد منها المرأة أو بصفة عامة الإنسان فيما يخص مجالات مختلفة، من بينها استعمالات الليزر. ما هي استعمالاتها، فوائدها، كل هذا راح تعلموه من خلال هذا الركن مع حنان وضيفتها. تفضلي. كما قلنا حياة، كما قلتي حياة، نرحب بالدكتورة الطبور هادية عاتقة المختصة في علاج الأمراض الجلدية. فوالا الأمراض الجلدية. نسمعوا بزاف حياة على تقنية اللازر في عدة مجالات، في مجال الطب والمجال والتجميل. كما احنا نقولوا مثلا كعلاج نزع الشعر، تجديد البشرة. معنا الدكتورة الطبور باش كما احنا قلنا باش تقول لنا وشنو هي معنى تقنية اللازر. تفضلي دكتورة. طبعا الليزر هو عبارة عن ضوء، شعاع ضوئي مركز مونوكروماتيك، يعني له طول موجة معينة، ونستعمله طبعا في مجال الطبي والتجميلي بكثرة في الطب. فاستعمالاته منذ عشرات السنوات، تم استخدامه الليزر في العمليات الجراحية في علاج العيون، كما تفضلت في تبييض الأسنان، بالإضافة لاستعماله في المجال الأمراض الجلدية الكبير لإزالة البقع لتاش البقع التصبغات الجلدية الداكنة. لإزالة الشعر، علاج الوحمات، علاج لسيكاتريس الندب، وعلاج التشققات وغيرها من الاستعمالات. إزالة أيضا الوشم وأمور كثيرة. أيضا التاتواج. نعم. إزالة الوشم الغير مرغوب فيه، وإزالة أيضا كل المشاكل الجلدية اللي نعرفوها، وحتى في المجال التجميلي، يعني إزالة التجاعيد والتقشير الجلدي بالليزر. كل هذه التطورات هذه شهدناها في مجال الطب الجلدي. نعم. التقشيرات الكيميائية نستعملوا فيها بزاف كما على بالنا حياة. كما قلنا استعمال السيدات استعملوا بزاف في ازاله الشعر. كما قلنا الدكتوره، السيده كاين بزاف اللي تقول لك بلي فوالا انا نحيت، رحت للطبيبه قمت بلازير لازاله الشعر. هنا كما حنا نقولوا واش هي البشره اللي تقدر السيده تستعمل فوقها كما حنا نقولوا اللازير؟ هل البشرات كامل نقدر نستعملها بها اللازير، ولا كاين بشرات اللي ما نقدروش نستعملها؟ اكيد احنا يعني الليزر يعتبر الوسيله الامن لازاله الشعر، فهو وسيله شائعه جدا والامن لازاله الشعر في الجسم. وطبعا هو يستجيب اكثر كلما كانت البشره بيضاء، وكلما كان الشعر غامق وسميك، يعني لونه يكون يعني فيه صبغه كثيره، يعني لونه مائل الى السواد. لكن اكيد مع التقدم العلمي، الأجهزة الحديثة اللي عندنا حاليا احنا في الجزائر هي أجهزة تفيد كل ألوان البشرة وكل ألوان الجلد، فحصل تقدم في هذا المجال. عادة المرأة اللي تكون بشرتها بيضاء والشعر غامق اللون تتحصل على أفضل النتائج وبطريقة سريعة، وكلما كانت البشرة غامقة اللون أو كانت الشعرة فاتحة اللون فالنتيجة تحتاج لجلسات أكثر. عادة هذه الطريقة آمنة، ممكن استعمالها لكل النساء ما عدا طبعا الحوامل. المرأة الحامل طبعا نتجنب إجراء أي إجراء يعني تجميلي عندها حتى يعني بعد الولادة. طبعا هذا الإجراء يتم على جلسات، عادة ما بين الجلسات يكون هنالك من 4 إلى 8 أسابيع. النتائج تظهر من الجلسة الأولى وتكون رائعة جدا، وتحتاج طبعا لعدة جلسات، معدل يعني 4 جلسات ل6 جلسات. أحيانا يسألوني الكثير من المرضى لماذا هناك طبعا عدة جلسات لإزالة الشعر وليس جلسة واحدة؟ طبعا الإجابة أنه الشعر طبعا كما نعلم عنده مراحل نمو، فالشعر عنده 3 مراحل معروفة، اللي هي مرحلة النمو، ومرحلة المرحلة المتوسطة أو الانتقالية، والمرحلة النهائية اللي هي مرحلة تساقط الشعرة. فالليزر يعني يتجه في عمله للشعر اللي هو في مرحلة النمو، وبالتالي هذا يفسر الحاجة لعدة مراحل وعدة جلسات حتى نتخلص نهائيا. لكن من الجلسة الأولى نتائج قد تصل حتى إلى 80%.
دكتوره تكلمتي على المراه الحامل ما تقدرش دير لازم والمراه المرضعه، حنا كاين بزاف سيدات اللي تكون تتخوف نقولوا فوالا، اسكو هل تقدر دير لا بالنسبه للرضاعه ممكن طبعا اكيد، لكن احنا كاطباء عندما نقوم بفحص المريضه نطلبوها نسقسوها اسئله عن الادويه اللي تتناولها، هذا امر مهم. يعني عند القيام او شروع في ازاله الشعر من الجسم يجب طبعا انه نعرف الادويه اللي تتناولها المراه، هل هناك ادويه تتحسس من الضوء، ولازم ايضا ان لا تكون المراه قد يعني عملت برونزاج او ما يعرف بالتان، يعني خاصه في فصل الصيف، وفي هذه الحاله يجب ان تنتظر شهر حتى نبدا بالجلسات. يجب ايضا انه تبتعد عن الجوماج او التقشير لانه ممكن انه يزيد من الحساسيه. اما بعد الجلسه فممكن ان يحدث احمرار في البشره، لكن هذا طبعا نادر جدا، تورم ايضا في الجسم لكن يعني نادر جدا ما نلاحظه، فهي تقنيه امنه جدا وبدون خطر. فهناك بعض الخرافات انه ممكن انها تسبب السرطان او ممكن انها تسبب العقم، طبعا انا اؤكد انها نهائيا لا، طبعا هذا يعني ماهوش وارد وليس كلام علمي. فالليزر امن وشائع واستعمالاته رائعه، وحتى في احدث الاجهزه غير مؤلمه ايضا، فيعني قصه الالم تهنينا منها. كاين بزاف حياه سيدات اللي راهم يتابعونا ولا يطرحوا على السؤال نفس السؤال، يقول لك بلي كاين سيدات بزاف يستعملوا اللازر دكتوره، هما كي يروح يدير اللازر دوك ندير ايبيلاسيون باللازر، هنا دير في الذهن ديالها بلي اللازر كي تنحي نزع الشعر حيكون ديفينيتيف نهائي. نعم ابخي كيما حنا نقولوا مور الجلسات اللازر كاين سيدات اللي يعاود يظهر الشعر، هل هنا نقدر نقولوا باللي هنا الخطا في استعمال اللازر، او هنا البشره نوعيه البشره او نوعيه الشعر اللي عند السيده؟ اكيد هناك سيدات يكون عندهم مشاكل هرمونيه خاصه، يعني نهضروا على مشكله تكيس المبايض او متلازمه تكيس المبايض، اختلالات في الهرمونات الغدد الموجوده في الجسم ممكن انها تاثر بشكل سلبي على الشعرة، وهذه النساء عادة يحتاجوا إلى جلسات أكثر. لكن حتى الشعر طبعا عادة كي يروح يعني إذا رجع يكون أنعم ويكون لونه أفتح، فبالتالي ماهوش بنفس درجة الكثافة في مثل الأول. هذا النساء عادة احنا نقوم بعمل إجراءات فحوصات طبية فحوصات هرمونية لديهم، ويحتاجوا عادة كما قلت لجلسات أكثر وبأفضل الأجهزة، يعني الأجهزة الحديثة المعروفة عادة تحصل على أحد يعني نتائج رائعة حتى عند النساء اللي عندهم مشاكل في الهرمونات. فمن المهم أنه يلجأ الشخص للطبيب ذو الخبرة والمختص في هذا المجال، لأنه الليزر يبقى إجراء طبي ويجب أن يكون تحت إشراف طبي، فهذه الأمور كلها تؤثر طبعا. الدكتوره يعطيك الصحه لتلبيه الدعوه ديالنا، ان شاء الله تكون كل السيدات خضات النصائح بعين الاعتبار. اكيد بما انه استعمالات الليزر حنان كثيره ومن بينها نزع الشعر المطلوب بكثره عند السيدات، لانه حيخلصها نهائيا من هذا المشكل، وايضا متعلقه به العديد من الاشاعات، خاصه انه في بعض المناطق كالابط توجد غدد، هي اصلا اماكن فيها غدد، فبعض الاشخاص يتخوفوا انه يكون في خلل عن طريق استعمال الليزر في هذا المناطق. الان وضحتي لنا الصوره. اكيد الليزر نعم. عباره عن ضوء، ناكدوا انه هو ضوء، يعني ماهوش منه ما كانش منه اضرار. استعمالاته في المجال الطبي عديده جدا، في ازاله حصوه الكليه، ازاله الالم، تبييض الاسنان، علاج مشاكل العيون. فالليزر حتى يستعمل في العمليات الجراحيه وهو امن 100%. مشكوره دكتوره، شكرا على الحضور على كل هالتوضيحات، وتحيه لكل المشاهدين في كل الولايات الوطن. شكرا لك ايضا حنان على الحضور على اختيار الضيفة والموضوع، نلتقي في عدد آخر إن شاء الله بحول الله. شكرا. تطرقنا اليوم فقط لنزع الشعر بالليزر، ربما في عدد أخرى نتكلموا على نقاط مختلفة كإزالة التجاعيد أو الوشم وغيرها من التقنيات التجميلية أو الطبية، الندب أو ليسيكاتريس، تشققات الجلدية عند النساء أو ليفيرجوتور، مشاكل حب الشباب أيضا وغيرها. إن شاء الله كل التوفيق حنان. يسلمك حياتي. شكرا لك. عودة لكم مشاهدينا، تحية صباحية متجددة
متابعينا من داخل وخارج الوطن. والآن موضوع آخر للزميل زبير بالشارف حول ملتقى أدب لمقاومة المقاومة العربي، فلنتابعه ولا نعود.